ثلاث ايام عمره ثلاث اشهر بنته قتلوه عند السجن المركزي. الهي يا بشار تعدم اولادك، الهي الهي لا يوفقك، الهي لك قتلنا كفر حمراء هدى بيوت علينا. قطعوا راسه للزلمه بالليل الطياره ضربت قطعت له راسه. مرة طلع مصارينا هجرنا من بيوتنا، معي على الحدود بجي 20 نفس ما معهم جوازات. وضع جيش الحر هو عم لاقي من شعبيته من الارض كثير ممتاز، فعم لاقي ترحيب وعم لاقي هذا، فشيء ممتاز ان شاء الله تعالى، وعم ياخذ مقرات وعم بدخل على مدائن على حارات وعم بيستغلها. طبعا عم نسمع عم بصير كر وفر يعني، فان شاء الله وضع ممتاز يعني، اخبار كويسه كويسه كويسه. محتاج صواريخ مضاد طيران مضاد درع، يعني هذا كله ما في عنا منه، ما في غير بواريد رشاش قاذف ار بي جي.